تحرك الزميل هاني حتحوت واجرى اتصال مع أه كلاتنبرج هنشوف هاني حتحوت في هذا الفيديو بيتحدث مع كلاتنبرج عن ظروف مشيه احنا تواصلنا مع كلاتنبرج فكانت اجاباته حازم امام يعرف كل تفاصيل عقدي مع اتحاد الكرة ولا اعرف لماذا لم يتحرك اتفقنا على عدم منحي راتب من 19 نوفمبر الى 18 ديسمبر وعدت الى مصر بالفعل يوم 13 ديسمبر خلال فترة كأس العالم عملت لمصر بشكل يومي وانا هناك في قطر، رغم ان المتوقع وقت عمل التعاقد كان عدم وجود مباريات للدوري خلال المونديال. عقدي لا يتضمن اساسا ضرورة وجودي في مصر بشكل دائم، لكن بعد توقيع العقود تغير كل شيء. قال ارسلت لوليد العطار خطة العمل وسياسة مواقع التواصل الاجتماعي ولوائح التحكيم لكنه لم يرد قلت له بعت امتى قال يوم 18 يناير طيب قال انه دي مش مشاكلي الوحيدة لكن تعييناتي للحكام تم تغييرها قلت له ليه قال عليكم انتم ان تسألوا عن السبب طيب بسؤاله هل سيدفع الشرط الجزائي قال هم وروك العقد قلت له انا بسألك قال لي ولا هم بس بيتكلموا خلاص قلت له طب العقد بيقول ايه قال لي اسألهم عن بنود تعاقدي اتكلمت معاه على تصريحات رئيس نادي الزمالك فقال سالتهم عن اساءات رئيس الزمالك لي في اجتماعي مع اتحاد الكره قالوا لي نصا لن نستطيع ان نفعل شيئا. سالته على رايه في الحكام بعد فتره خمس شهور اشتغل فيهم هنا في مصر مع الحكام المصريين قال لي انتم في مصر تمتلكون عددا من الحكام الجيدين وعددا من الحكام الخائفين. والحقيقه النقطه الاخيره دي نقطه مهمه أوي يعني نقطه لازم نحطها في اعتبارنا. يعني بالله عليكم في ايه اكتر من اللي اتقال ده؟ هنا حتحوت مش محسوب للأهل ابدا عشان تبقى الدنيا واضحه لكنه بيتكلم نقلا عن كل اللي قاله له الراجل ان انا اشتكيت للاتحاد على اللي بتعرض له قال له لن نستطيع فعل اي شيء. اتحاد الكوره ليه ما يقدرش يعمل اي حاجه؟ وزاره الشباب والرياضه ليه ما تقدرش تعمل اي حاجه؟ اللجنه الاولمبيه ليه ما تقدرش تعمل اي حاجه؟ ضد اي حد يخرج عن النظام. يعني ما تقدرش؟ <applause> يعني نفسنا بس الاتحاد يقول للراجل زي ما نقل عنه هاني حتحوت مش هنقدر نعمل حاجه. يعني انا عايز اتصور يعني لو حد اخر مشي في هذا الخط هيتحاسب ولا مش هيتحاسب؟ هي دي الخطوره. هيتحاسب ولا لا؟ اه طبعا. هيتحاسب طبعا. هيتحاسب يا استاذ ابراهيم طبعا هي دي بقى الـ الـ الازمه وهي دي المشكله وهي دي الحقيقه لانه الراجل فضل يتكلم ويتعرض كتير جدا للاساءات ومحدش كان بيتحرك وكابتن حازم امام هو الراجل قال لك كابتن حازم يعرف كل حاجه كلمه مش هنعرف نعمل لك حاجه دي غريبه جدا مم. غريبه جدا وبعدين تم يعني تجربته تتمخض في تقييم التحكيم مم. مجموعة جيدة ومجموعة خايفة قال لك عندكم عدد من الحكام الجيدين وعدد من الحكام الخايفين الخايفين يعني ما بيحكموش بالصح اه ما هو خايف آه. يعني ايه اه طبعا يعني مش بي... مش, مش بيحكم اللي هو شايفه عشان خايف مم. في اي عدالة تتحقق واي بطولات نزه بها مم. طيب هنا اتحاد الكورة الجديد بتاعه انه اخدوا قرار انه لا هنجيب خبير اجنبي وحسنا لو فعلوا لأنه فعلا اللي كان واضح انه على الأقل بالنسبة للنادي الأهلي أنت النادي الأهلي الحكام بتديله حقه وبتاخد منه حق المنافس بشكل واضح وصريح حتى لو كان في أخطاء بتحصل النادي الأهلي كان اخطاءه أو حقوقه بتضيع لما الراجل كان بيحلل وده واضح ان هي دي فئه الحكام الخايفين. كان لما بيحلل المباريات كلها معظم الحالات اللي ركز عليها كانت كلها تخص حقوق مهدره للنادي الاهلي، الكل شافها. كل الناس شافتها والحكام كانوا بيشوفوها وكان بيكلمهم عليها. لكن هتتكلم في ايه؟ انت النهارده عند الاسبوع ال15 من الدوري راح لك لاتنبرج قبل نهايه الدور الاول بثلاث اسابيع. النتيجه انه النادي الاهلي في صداره الدوري ب 37 نقطه. فارق ست نقاط عن اقرب منافسيه فيوتشر. في فيوتشر 31 بيراميدز الثالث 30 ايضا المقاولين العرب 27 ونادي الزمالك 26 الخامس. ده ترتيب الجدول عند رحيل كلاتنبرج على فكره الجدول ده مهم جدا ولو الزملاء كانوا جاهزين كان الجدول ده لازم يطلع جدول الدوري عند رحيل كلاتنبرج لان المرحله اللي جايه الله اعلم ايه اللي فيها الله اعلم ايه اللي هيحصل لكن من المهم جدا انه يكون ده ترتيب انديه الدوري عند الاسبوع ال15 بين قوسين مع رحيل كلاتنبيرج باعتبار ان دي التجربه الاولى في الكره المصريه اللي يدير لجنه الحكام خبير اجنبي